مبادرة طريق مزياد هي مبادرة أسسها شباب مغربي لفتحوا مرصد سياسي من أجل دراسة مجموعة من الأحزاب السياسية المغربية. في هذا الوقت تم إغلاق المرصد السياسي، وحنا دابا كنقدم لكم أهم معلومات حول الأحزاب السياسية. تم دراسة 8 الأحزاب السياسية اللي عندها أكثر من 10 ممثلين في الغرف البرلمانية الأولى واللي كتمثل 84% من البرلمان المغربي. في هذا الشريط نقدم لكم أهم معلومات حول حزب العدالة والتنمية اللي الرمز ديالو هو المصباح. تم تأسيس حزب العدالة والتنمية سنة 1996 على أيدي الدكتور عبد الكريم الخطيب. الأمين العام الحالي ديالو هو الدكتور عبد الإله بن كيران، العمر ديالو 57 سنة وهو أمين عام ابتداء من سنة 2008. حزب العدالة والتنمية كيقدم راسو كحزب تقدمي ذو مرجعية إسلامية، عنده 10,000 مخالط حسب إحصاء قام به سنة 2008، وعدد السنوي هو 51.2 سنة، كيتراوح بين 41 و 64 سنة. رئيس شبيبة العدالة والتنمية هو مصطفى بابا، 41 سنة. هذا الحزب ما عندوش تمثيلية حكومية، لذلك فهو كان في المعارضة منذ نشأته. اللي بغينا نذكروا بعض التواريخ المهمة لحزب العدالة والتنمية، كاين 2 يونيو 1996 تم نقل تسيير الحزب للشباب، وسنة 2008 تم انتخاب عبد الإله بن كيران أمين العام للحزب. حزب العدالة والتنمية كيتوفر على 46 ممثل في الغرفة الأولى البرلمانية ما بين 2007 2011، لذلك كيجعلو في المرتبة الثانية بين الأحزاب المغربية بنسبة 14.2%. حزب العدالة والتنمية كيتواصل بعدة طرق، فهو كيتقرب من جريدة الجديد، وكيتوفر على موقع إلكتروني www.pjd.ma اللي هو موقع باللغة العربية كيتميز بكونه متنوع ومتجدد. أهم شخصيات حزب العدالة والتنمية هو عبد الإله بن كيران 57 سنة وهو الأمين العام، سعد الدين العثماني 55 سنة رئيس المجلس الوطني وكذلك عضو في الكتابة العامة، أحسن الداودي 64 سنة نائب كاتب العام وعضو في الكتابة العامة، عزيز الرباح 46 سنة عضو في الكتابة العامة سبق له كان كاتب عام لشبيبة العدالة والتنمية، بسيمة حقاوي 51 سنة أمينة عامة لمنظمة نساء العدالة والتنمية وعضو في الكتابة العامة. نتكلم دابا على الحكمة الداخلية للحزب. بالنسبة للتاريخ وإيديولوجيات الحزب، كيتميز كونه حزب شاب، حزب تقدمي ذو مرجعية إسلامية، إعطاء أهمية كبرى لاحترام القيم. حزب العدالة والتنمية بالنسبة للحكمة الداخلية للحزب، فهو كيقوم بانتخاب مباشر وسري، كيتميز منهجية ديمقراطية ومنافسة داخلية قوية، نزاهة الكلام عند المكتب السياسي. حياة الحزب السياسية، فهو يغطي 25% من التراب الوطني، كيتوفر على هيئة التفكير الاستراتيجي، كيقوم بتكوين منتظم للمنخرطين ديالو، كيتميز تواصل دائم مع الأساس خاصة مع النساء. أجهزة الامتحان الذاتي والتكيف، فهو كيتوفر على لجنة للحرص على الأخلاق، لجنة لمتابعة في حالة قرينة، كيتوفر على تشريع داخلي قوي، تحديد مدة الانتداب بالنسبة للمرشحين وسهولة الحصول على المعلومات. فرق الحزب في المكتب السياسي، كتوفر على 7 أساتذة، 6 جامعيين وجوج أطباء، 11 من المكتب السياسي من مدينة الرباط وسلا، 3 من الدار البيضاء، 2 من مدينة أكادير. ما كتوفر على حتى شي شاب أقل من 40 سنة، وكتوفر على 2 ديال النساء. كنشكركم على تتبعكم لهذا الشريط، وكندعوكم لتتبع بقية الشرائط ديالنا حول بقية الأحزاب السياسية المغربية.